قال الرئيس السيسي يلتقي الرئيس محمود عباس ويؤكد دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق. تواصل المواجهات في السودان والجيش يقصف مواقع للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم. روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد بالمسيرات على موسكو. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش. أهلا بكم في نشرة إخبارية على شاشة النيل للأخبار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالرئيس محمود عباس دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق. من ناحية أخرى، وجه الرئيس بمواصلة جهود إنهاء الاعتداء على أراضي الدولة، وذلك خلال اجتماع عقده رئيس الجمهورية لبحث الموقف التنفيذي لحالات التصالح في الاستيلاء على أراضي الدولة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس رحب بالرئيس الفلسطيني في مصر، مؤكدا دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق، ومعربا عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي انعقد أمس بمدينة العالمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطيني، خاصة ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. من جانبه، توجه الرئيس الفلسطيني بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس على استضافة مصر لهذا الاجتماع المهم واحتضانها التاريخي للقضية الفلسطينية ولشواغل الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن اجتماع الفصائل ينعقد في ظل تطورات حيوية دولياً وإقليمياً وميدانياً، ويمثل فرصة سانحة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول السبيل الأمثل لتحقيق المصالحة الوطنية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام أمنا وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الاجتماع تناول عرض الموقف التنفيذي لتقنين واسترداد أراضي الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك حالات التصالح، حيث تم استعراض نتائج الجهود الجارية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحماية الأراضي الزراعية. ووجه السيد الرئيس في هذا الشأن بمواصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة. أعلن مجلس الوزراء عن خطة لتخفيف الأحمال الكهرباء التي سيتم تنفيذها بدءا من 12 ظهر يوم الثلاثاء في المحافظات المختلفة بعد التنسيق بين الوزارات المعنية بالخطة. وذكر المجلس في بيان أنه سيتم نشر خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة تباعا وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة والتوقيتات الزمنية. في سياق متصل، أعلنت لجنة إدارة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية تم إعدادها تشمل 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى منها 3 محافظات نظرا لقلة معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية بهم. تحت رعاية مجلس الوزراء انطلقت الدورة الرابعة لمؤتمر المصريين بالخارج، والذي نظمته وزارة الهجرة وشؤون المصريين، وافتتحته الوزيرة سهى جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بحضور وزراء المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي ومشاركة كبيرة من الجاليات المصرية بالخارج. في نسخته الرابعة انطلقت فعاليات مؤتمر المصريين في الخارج تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء
والذي نظمته وزارة الهجرة والمصريين بالخارج بمشاركة أكثر من 1000 من أبناء الجاليات المصرية بالخارج. يهدف المؤتمر إلى مناقشة عدد من القضايا والتحديات وبخاصة في المجالات الاقتصادية وإيجاد حلول لها من خلال الاستفادة من خبرات المصريين المقيمين بالخارج. الحرص على تيسير سبل ربط أبناء مصر في الخارج بالوطن الأم وتعزيز انتماء أبناء الجيلين الثاني والثالث من الشباب والنشأ بمصر والوقوف على جهود التنمية وما تحققه الدولة المصرية من إنجازات لبناء جمهورية جديدة. أنا بقول لل 12 مليون مصري في الخارج، اقتصاد مصر مبنى علينا إحنا، أهالينا. إحنا في الخارج بنساعد أهالينا هنا، ومصر هي أمنا، فلازم نساعدها بكل مجهوداتنا. التحويلات المصرية لازم تزيد، ولازم نصرف من البنوك المصرية عشان الاقتصاد، ونوفر العملة الصعبة لبلدنا، ده اللي إحنا عاوزينه دلوقتي. وبحسب المشاركين من الجاليات المصرية في الخارج، فإنه يجب الاستثمار في العنصر البشري وجذب العديد من المستثمرين المصريين بالخارج باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية في تنمية الاقتصاد الوطني، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين. الرسائل اللي بنوجهها للمصريين في الخارج في دور جهود الدولة المصرية في الوقت الحالي ان هما رسالتين مهمين، ان مصر معاكم، انتوا من ضمن التطور الشامل والموسوعة الشاملة اللي بتتم في الوقت الحالي على ارض الواقع في خطى الجمهورية الجديدة، بيزود الولاء والانتماء للمصريين. احنا منزلين دلوقتي 5 مكانات قلب صناعي هنتبرع بيهم لمستشفيات صعيد مصر، يعني مع وزارة الصحة، التنسيق مع وزارة الصحة، وان شاء الله صندوق تحيا مصر هو اللي يخلص لنا الاجراءات دي. مؤتمر المصريين بالخارج يعد واحدا من منصات التواصل بين أبنائنا من الجاليات المصرية خارج البلاد في دعم الاقتصاد الوطني، في ظل توجه القيادة السياسية لبناء بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تنمية الاقتصاد القومي في ظل الجمهورية الجديدة. تنطلق اليوم 5 جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي على مدار جلستين تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، كما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي الدين العام للإشكاليات والحلول. قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور رضا حجازي إن نسبة النجاح في الثانويات العامة بلغت 78.8% هذا العام. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم وتفاصيل إحصاءات نتيجة الثانويات العامة. أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نهاية ماراثون الثانوية العامة لعام 2022-2023 من خلال الإعلان عن النتيجة للدور الأول للعام الدراسي 2023 بنسبة نجاح 78.8%. لازم أتقدم بالتهنئة لأبناء الطلاب في نهاية ماراثون الثانوية العامة، وهي وعايز أقول لهم إن شاء الله لما تضحكوا في الجامعة هتعرفوا إن الثانوية العامة كانت أمر يسير، وطبعا بتمنى لهم في الحياة الجامعية رحلة موفقة وإثبات الوجود، وده الحاجة المهمة جدا. خلال المؤتمر تم تكريم أوائل الثانوية العامة بأقسامها المختلفة. الحمد لله، عشية الساعة 9 مساء المكتب الوزير بلغني بالنتيجة، افرح طبعا وسجدت لله شكرا، توفيق ربنا قبل كل شيء. كنت بنقسم يومي عادي نعمل أهداف يومية ونحققها، والحمد لله الحمد لله. أشاد وزير التعليم بدور أبناء الوزارة في تنسيق ودعم الامتحانات هذا العام، حيث ساهم الجميع بخروجها بشكل مشرف وحصول الطلاب على حقوقهم. أتقدم بالشكر لجهات كتيرة قوي شاركت مع وزارة التربية والتعليم في إتمام امتحان الثانوية العامة، فإحنا عندنا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وعندنا التموين والكهرباء والاتصالات والصحة والأوقاف، وكمان بالأخص مباحث الإنترنت اللي كان لها تعاون كبير معانا في عملية الامتحانية في رصد بعض الحالات. أعلن رضا حجازي عن فتح باب التظلمات يوم الخميس القادم من خلال موقع الوزارة على أن يتم عرض الإجابات النموذجية للامتحان والمقارنة بإجابات ورقة الطالب المخصص لها باركود لضمان التصحيح.
يأتي هذا المؤتمر ليعلن نهاية ماراثون الثانوية العامة لعام 2022-2023 وتبدأ مرحلة التعليم الجامعي، ونتمنى كل التوفيق لطلابنا في المرحلة القادمة للمساهمة في بناء مصر في المرحلة القادمة. منذر أبو دوح، النيل. في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمرضى ارتفاع ضغط الدم الرئوي، تم تنظيم ندوة توعوية لدعم مرضى ارتفاع ضغط الدم ودور مؤسسات المجتمع المدني في توفير العلاج اللازم لهؤلاء المرضى. يعد مرض ارتفاع ضغط الدم الرئوي من الأمراض النادرة والخطيرة التي تؤدي إلى الوفاة والإعاقة على مستوى العالم، وأكثر انتشارا في الدول النامية بما فيها مصر، وهو ما كشف عنه الأطباء المختصون خلال فعاليات الندوة التوعوية لدعم أمراض ارتفاع ضغط الدم الرئوي وكيفية العمل على الاكتشاف المبكر والعلاج لهؤلاء المرضى بشكل فوري. المشكلة أن كل 5 بيموتوا في أول 5 سنين، لها 4 درجات من 1 لـ4 بيقسمها مؤسسة الصحة العالمية. لو لحقتها بدري في المرحلة الأولى ممكن تنقذ المريض، لما تيجي الدرجة الرابعة تبقى في مشكلة كبيرة. المشكلة في المرض ده إنه بيخش العيان المستشفى أكتر من مرة، فبالتالي هو ما بيقدرش يقوم بحياته بقى، لحياته الاجتماعية، حياته العملية، ما يقدرش ينجز خالص، ومكلف، دخول المستشفى مكلف، ما كانش فيه أدوية. لما ظهرت الأدوية الحديثة هي غالية، بحث اجتماعي لهم عشان تقدر تديهم الدواء ده مجانا او بسعر رمزي، والتعاون برضو التامين الصحي او نفقه الدوله الحقيقه طريق اليو بي اي او الشراء الموحد، واخد تسعيره كويسه جدا له، وبيدوها للمرضى مجانا. في لو انت خدت الدواء ده خلاص هتحسن الشرايين بنسبه 48%، الوفيات بتقل بنسبه 50%. الفئات الكتيره دي تخلي لازم يبقى في تشخيص مظبوط عشان يبقى في علاج مظبوط. طب الكلام ده بيجي ازاي؟ بيجي من خلال المراكز المتخصصه زي اللي موجود في القصر العيني او في معهد القلب، ان هو المراكز المتخصصه دي بتقدر انها تساعد المريض وتوصل معاه للتشخيص عشان ياخد العلاج المظبوط. نيجي نقطه العلاج بقى، ليه بقى بنتكلم على نقطه العلاج؟ العلاج في بعض الاحيان ممكن يبقى مكلف جدا، فبالتالي بقى محتاجين دعم من الجمعيات اللي هي موجوده او المنظمات المجتمع المدني تساعد معانا في ان هي توفر العلاج ده للمرضى. لازم نساعد بعض كلنا عشان نقدر نوصل بحاجه جيده للمريض، خدمه جيده للمريض. كما تم خلال الندوه التوعويه استعراض دور المجتمع المدني والمؤسسات الاهليه جنبا الى جنب مع الدوله المصريه في توفير العلاج الملائم للمرضى نظرا لارتفاع تكلفته الباهظه. عندنا 34 كيان موجودين في 27 محافظة، فاحنا ازاي ان احنا نستغل الموارد بتاعتنا اللي موجودة في الكيانات المختلفة، سواء كانت متطوعين او ناس عندهم الخبرات المختلفة سواء طبية او غيرها، ان احنا ازاي نبقى بنوعي بالمرض وبنساهم في حاجة زي كده مع مؤسسة مرسال. وده بيبرز دور المجتمع المدني، مش بس ان احنا بنقدم مساعدات مادية او حاجة زي كده، ولكن احنا بيبقى لينا دور في لما بتظهر حاجة جديدة او بتظهر امراض ان احنا ازاي نبقى بنشارك فيها. احنا بندعم كل المرضى في كل الامراض ايا كانت، بس بنحاول نركز اكتر مع المرضى اللي محدش بيدعمهم، زي مرضى الامراض النادرة ومنهم مرضى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي. حاليا معانا 110 مريض مسجلين بياخدوا علاج شهري بتكلفة عالية تتجاوز 1.5 مليون جنيه شهريا، دي طبعا ميزانية ضخمة على اي مريض انه يقدر يدفع ده، بالاضافة لخدمات تانية زي الرعاية المركزة ومولدات الاكسجين. ارتفاع ضغط الشريان الرئوي واحد من الامراض النادرة والخطيرة التي تتطلب الاكتشاف المبكر والعلاج الفوري، بما يدعو تضافر الجهود المجتمعية لتوفير العلاج الملائم منعا لمضاعفاته الخطيرة. محمد حلمي، النيل. شددت مصر على ضرورة الاطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته نحو تعزيز ثقافة التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي والديني بجميع أشكاله. وأدانت مصر بأشد العبارات الجرائم التي تستهدف المسلمين ورموزهم الدينية والقرآن الكريم. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها السفير حمدي سند لوزان نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري أمام الدورة الاستثنائية 18 لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي بشأن حادث حرق وإساءة إلى نسخ من المصحف الشريف. ارتفعت حصيلة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة اللاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان إلى 11 قتيلا و40 جريحا. يأتي هذا بعد أن أسفر تجدد الاشتباكات باستخدام الرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية عن سقوط 5 قتلى. لم يعد جنوب لبنان ساحة للقتال فقط بين إسرائيل وحزب الله، ففي الجنوب أيضا ساحة أخرى للقتال بين اللاجئين الفلسطينيين. في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا
تجددت الاشتباكات باستخدام الرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية، وتركز تبادل إطلاق النار في حي الطوارئ الذي يعد معقلا للمجموعات المتشددة. ويأتي تجدد الاشتباكات على الرغم من التوصل إلى اتفاق في المخيم لوقف إطلاق النار، لكن الاتفاق لم يحل دون وقوع مناوشات بين الجانبين. وكان مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين قد شهد اشتباكات بين عناصر من حركة فتح وآخرين ينتمون إلى مجموعات متشددة، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عنصر من المجموعات المتشددة إضافة إلى قيادي في حركة فتح وأربعة من رفاقه، فضلا عن إصابة أكثر من 30 فلسطينيا. كما دفعت الاشتباكات عشرات النساء والأطفال إلى مغادرة المخيم، بينما لجأ آخرون إلى أماكن أكثر أمنا. قيادة الجيش اللبناني حضرت فصائل عين الحلوى من الرد على مصادر النيران إذا تعرضت مراكز الجيش وعناصرها للخطر بعد سقوط قذيفة في أحد المراكز العسكرية بالفعل. ويعد مخيم عين الحلوى أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث يقطن في المخيم أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني، انضم إليهم آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا، ويؤوي المخيم مجموعات متشددة وخارجين عن القانون. وبموجب اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، لا تتدخل القوى الأمنية اللبنانية في المخيمات الفلسطينية، حيث تتولى الفصائل الفلسطينية الأمن في تلك المخيمات. أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يواصل توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا، مشيرا لأن وصول 10 شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية من المنظمة الدولية للهجرة قادمة من تركيا عبر معبر باب السلام. وأشار المسؤول الأممي لأن الشاحنات كانت تحمل مواد إيواء، مؤكدا أن المزيد من الشاحنات وفرق الأمم المتحدة من المخطط لها أن تصل إلى سوريا في الأيام القادمة عبر معبري باب السلام والرعي. قصفت قوات الجيش السوداني تمركزات للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم، وقبل ذلك تمكن الجيش من إحباط جديد للدعم السريع على مقر شرطة الاحتياط المركزي بأم درمان بقذائف مدفعية متوسطة وبعيدة المدى، وقد وجه الجيش نحو مناطق مختلفة من العاصمة، كما استمر طيران الاستطلاع الحربي بطلعاته الجوية في سماء الخرطوم. حذرت سلطات في واجادوغو وباماكو في بيان المشترك من أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى الحكم سيكون بمثابة إعلان الحرب على بوركينا فاسو ومالي. هذا اعتقل المجلس العسكري في النيجر 3 آخرين من كبار سياسة الحكومة المعزولة. في بيان مشترك حذرت السلطات في واجادوغو وباماكو من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى الحكم سيكون بمثابة إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي. يأتي ذلك غداة تلويح قادة دول غرب إفريقيا باستخدام القوة في اجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا، وحذرت سلطات البلدين من أن أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس، وإلى تبني تدابير لدفاع المشروع دعما للقوات المسلحة والشعب في النيجر. كذلك حذرت السلطات مما وصفته بعواقب كارثية لتدخل عسكري في النيجر من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بأسرها، وأشارت إلى رفضها تطبيق ما وصفته بأنها عقوبات غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية ضد الشعب وضد سلطات النيجر أقرت في أبوجا. كان قادة إكواس قد حددوا للمجموعة العسكرية في النيجر مهلة أسبوع من أجل العودة الكاملة إلى النظام الدستوري، معلنين عدم استبعاد لجوء للقوة في حال عدم التجاوب. في هذه الأثناء واصل المجلس العسكري في النيجر خطوات تدعيم سيطرته على السلطة، آخر هذه الخطوات اعتقال عدد من قادة الحكومة المعزولة والحزب الحاكم، حيث جرى إلقاء القبض على وزيرة التعدين ورئيس الحزب الحاكم ووزير النفط ساني محمد وابن الرئيس الأسبق محمد إيسوفو إلى جانب وزير الداخلية ووزير النقل.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم من قبل نظام كييف لاستهداف مواقع في مدينة موسكو بواسطة طائرات مسيرة بدون طيار. وذكرت وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرتين أوكرانيتين في الجو في منطقتي أودنيسفو ونورفومينسك في مقاطعة موسكو، مشيرة أنه تم تعطيل مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فقدت السيطرة عليها تحطمت في منطقة لمجمع موسكو سيتي للمباني غير السكنية. قال مسؤولون أوكرانيون أن 6 أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب عشرات في هجوم صاروخي روسي على مدينة كرييف ري في جنوب أوكرانيا. من جانبه أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الهجمات على المنشآت العسكرية في أوكرانيا ازدادت بشدة ردا على هجمات استهدفت الأراضي الروسية. في تطور ميداني للقتال الدائر في أوكرانيا، أصابت ضربة صاروخية روسية مبنى سكنيا وسط البلاد موقعة 6 قتلى وعشرات الجرحى، فيما تكثف روسيا قصفها على الأراضي الأوكرانية ردا على هجمات بمسيرات على موسكو. من جانبه أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الضربات على المنشآت العسكرية الأوكرانية ازدادت بشدة ردا على الهجمات على الأراضي الروسية، في تلميح لهجمات شنتها كييف بطائرات مسيرة والتي استهدفت شبه جزيرة القرم وموسكو، حيث لحقت أضرار طفيفة بمبنيين في حي تجاري. شويغو أشار إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ في أوائل شهر يونيو الماضي بعد أشهر من الاستعداد غير مثمر بحسب تعبيره، مضيفا أن الأسلحة الغربية المقدمة لا تؤدي إلى النجاح بل تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع على حد قوله. من جانبه اعتبر رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الضربات العسكرية من جانب قواته تؤشر إلى وصول الحرب إلى داخل عمق الأراضي الروسية. ووقعت ضربات بمسيرات في الأسابيع القليلة الماضية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، إضافة إلى مناطق روسية كما حصل الأحد في موسكو حيث تضرر مبنيان في حي للأعمال بشكل طفيف. وأكد الكريملين أن الهجمات الأوكرانية على العاصمة الروسية بمثابة عمل بائس من جانب أوكرانيا بسبب نكساتها في ساحات المعركة. وعلى العكس أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني جانا مليار نجاح الجيش الأوكراني لا سيما في الجنوب، حيث استعادت القوات الأوكرانية بعض الأراضي خلال شهرين. ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في بكين إلى 11 قتيلا و27 مفقودا، فيما دعا الرئيس شي جين بينغ إلى بذل قصارى الجهد لإنقاذ المفقودين أو المحاصرين. وتضرب العاصفة دوسكاري التي كانت إعصارا قبل أن تتراجع قوتها الصين من الجنوب الشرقي وصولا إلى الشمال منذ الجمعة عندما بلغت اليابسة في أقليم جوفيانا الشرقي بعد مرورها في الفلبين المجاورة. وبدأت الأمطار الغزيرة تنهال على العاصمة والمناطق المجاورة لها السبت. وفي الختام دائما نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء في نشرتنا من أخبار. الرئيس السيسي يلتقي الرئيس محمود عباس ويأكد دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق. تواصل المواجهات في السودان والجيش يقصف مواقع للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم. روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد بالمسيرات على موسكو. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء على أساس.